هتعرف انت اني بحبك انت. اسمهان مغنية وممثلة سورية اسمها الحقيقي أمال الأطرش، والدها فهد الأطرش من جبل العرب في سوريا، ووالدتها علياء المنذر، وهي لبنانية من بلدة المتن، ولديها شقيقين هما فؤاد وفريد الأطرش المطرب والموسيقار المعروف، وهو الذي أخذ بيدها إلى عالم الفن وجعلها نجمة غناء لامعة إلى جانب شهيرات ذلك الوقت مثل السيدة أم كلثوم، نجاة علي، ليلى مراد وغيرهن. استقرت عائلتها في سوريا وتحديداً في منطقة جبل العرب إلى أن توفي الأمير فهد في عام 1924، حيث اضطرت والدتها الأميرة علياء إلى التوجه بأولادها إلى مصر. في القاهرة أقامت العائلة في حي الفجالة وهي تعاني من البؤس، الأمر الذي دفع بالأم إلى العمل في الأديرة والغناء في حفلات الأفراح الخاصة لإعالة وتعليم أولادها الثلاثة. الليل صفه سحر وجمال والروح هناها في الليالي، فيه الوداع والسكون وفيها هيمة بين خيالي، زي الحياة من غير غنى فيها الأناة. أخذت أسمهان منذ عام 1931 تشارك أخاها فريد الأطرش في الغناء في صالة ماري منصور في شارع عماد الدين، وراح نجمها يسطع في سماء الأغنية العربية وصوتها يفطن الأسماع ويغزو القلوب. فتحت الشهرة التي نالتها كمطربة جميلة الصوت والصورة أمامها باب الدخول إلى عالم السينما، فمثلت في عام 1941 أول فيلم انتصار الشباب إلى جانب شقيقها فريد الأطرش، ومن خلال تصويرها تعرفت إلى المخرج أحمد بدرخان ثم تزوجته، ولكن الزواج انهار سريعاً وانتهى بالطلاق دون أن تتمكن من نيل الجنسية المصرية التي فقدتها حين تزوجت الأمير حسن الأطرش. وفي عام 1944 مثلت في فيلمها الثاني والأخير غرام وانتقام إلى جانب يوسف وهبي وأنوار وجدي ومحمود المليجي وبشارة وكيم، وسجلت فيها مجموعة من أحلى أغانيها. في الوقت الذي كانت تعمل فيه بفيلم غرام وانتقام، استأذنت من منتج الفيلم الممثل يوسف وهبي بالسفر لتمضيد فترة من الراحة، فذهبت إلى رأس البر ترافقها صديقتها ومديرة أعمالها ماري قلادة، وفي الطريق فقد السائق السيطرة على السيارة فانحرفت وسقطت في ترعة الساحل الموجودة حالياً، حيث لقت مع صديقتها حتفها، أما السائق فلم يصب بأذى وبعد الحادث اختفى. وبعد اختفائه ظل السؤال عمن يقف وراء موتها دون جواب.